هذا الذي يصنع بعض الناس من الاجتماع في بيت الميت هذا من النياحة وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. سوما تبلو كماش بيت بمستزازن مكنيات تسلاس ومكامات إيه بكسر حتى نقول لك اجتماع اندمي شوي قطران صحابوات اندمي شوي بلانهم قطرون برجال يجتمع في بيت الميت كماش بيت سواتش سبا سبا وطعام وشراب نقلال نتطال ثلاثة أيام فوسكن ثم بعد هذا بعد أسبوع إذا دبوها لدم وسامنت بوها لا والأربعين أربعين وفي كل سنة بيانة يقطروا ما استوى شيالو هذا يهينة من الكبائر تلق وجه بل أن الميت يعذب بهذا هؤلاء لا يحب الميت يريد له العذاب اليوم بذي كيز بذي مكنيات يوم توصو يقتال الذي يوم عزمدوك زمداتو مكتاتون عودوا مما هكم ماذا تصنع؟ من دنا من عرب تارق لابد أن توصي تكتب تعلم أهلك تقول أنا لا أرضى بهذا ساعة موت بستفيت أنت هنا النقر ما استمر اللبه ما تعفن ما اللبه أنا بريء من كل من يصنع بعد موت اجتماع أنيك مطلوب على هنا عينات ميسراسون هي اللي هبت من نطقنا يبلا تناقر أستنى أو رفع صوت ويدمت انداي النساء بالكسوية أو صنع طعام للناس وإلى سواج مدقس انداي سرابي من أحبني يدعوني إنني أودد يسود وعايا يتصدق عني للفقراء لا يتصدق يقول الصدقة هنا في بيتي هاد لبت بوتا ونصدق يصدق انجي كان يبيت بذي تسماس ودي بجرق اللي نعرفلق انبلويته إذا كنت تعلم من أهلك أنهم سيصنعوا هذه البدع بعد موتك ولم تحذر يلحقك الإثم إيهن مدرق وستموت إياوك ستستمر أنت بالتموت أنت متأياجنا بعض الناس يقول هذه عادة البلد عندنا نسويه من لالي هي يا أدخل يا كن جنبنا ولمدنا ولا وهكذا اعتاد الناس إيهن سولا مجوت على نية النار بلا هل من أجل العادة نخالف الشريعة؟ لسواج سن الدين عادينو النقاج طيب اعتاد الناس التعري نتعرى سواء تشرك انا تومر بلم دنيا مرابط هاتي تشرك عشان تلانا نت اعتاد الناس شرب المسكرات والمخدرات نشرب سواء تشاسكاري مطاط عند رجعون باتشاتي هلا انيا من دا قرنون دا كبابيتش من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لا الله بلو عندنا قريتوا الله سبحانه وتعالى لسو يلوط اللتال يتشال نقر ضياع للأموال جنزم فاتك التلوع ثم هؤلاء أهل الميت والله يتضرروا بهذا وإسراف للمال ويأتي الكل يأتوا لماذا؟ كله يمتع لمن يمتعون للطعام لماذا؟ لماذا؟ مجانا أكل وشرب مجانا بنت أما يكفل بس مجبتها جنتون